أجيال وطن هو الشعار الذي أطلق في بطولة الكاراتيه في محافظة المثنى بمشاركة كافة الفئات العمرية ولكلا الجنسين، فكونوا معنا في هذه التغطية الخاصة. ينظم اتحادنا اليوم اتحاد الكاراتيه في محافظة المثنى بطولة أندية المحافظة للكاراتيه لكل الفئات العمرية ولكلا الجنسين. حقيقة البطولة نظمت من أجل تطوير وتحفيز اللاعبين من أجل رفع مستواهم والمشاركة في الاستحقاقات القادمة من البطولات القطرية والدولية بإذن الله. نعم، شارك في البطولة قرابة 130 إلى 140 لاعب ولاعبة لكلا الجنسين ولمختلف الفئات العمرية، مثلوا 7 أندية لمحافظتنا العزيزة. حقيقة تأسس اتحاد الكاراتيه في محافظة المثنى سنة 2006، وأنا المؤسس الأول لهذا الفن القتالي في المحافظة، حيث كنت أمارس الكاراتيه في المملكة الأردنية الهاشمية وكنت بطل المملكة في ذلك الوقت، تتلمذ على يد الأستاذ مصطفى الفاعوري والمرحوم الأستاذ رئيس الاتحاد السابق معين الفاعوري، وبعد ذلك حصلت على الحزام الأسود من خلال الاتحاد الأردني للكاراتيه والاتحاد الياباني أنذاك عندما قدم وفد عن طريق منظمة جايكا عن طريق السفارة اليابانية. فعدت إلى محافظتي العزيزة محافظة المثنى، بدأت بنشر وتدريب الكاراتيه، خرجت العديد من الأجيال والحمد لله قرابة 75 إلى 80 شخص يحملون الحزام الأسود في محافظة المثنى الآن، وخرجت الكثير من المدربين والحكام، الكثير منهم حصلوا على بطولات محلية ودولية وحصلوا على نتائج مشرفة حقيقة. اليوم لدينا مراكز كثيرة في المحافظة، كل المدربين الموجودين هم مؤهلين لقيادة الكاراتيه، والسير بالاتجاه الصحيح إن شاء الله نحو المستقبل. كثافة عددية لدينا جيدة ممتازة جدا، يرتادون المراكز التدريبية، المدربين دائما حريصين على تطوير نفسهم، الاتحاد حقيقة راعي لكل الأنشطة التي تقام وهو مصدر الدعم الأول لكل المدربين. الدعم شبه المحدود حقيقة، بالسابق كان هناك منح تأتي إلى الاتحادات الفرعية، وكذلك كان رفض من الأندية باتجاه الفرق الداخلية للأندية نفسها والمدربين. ومن بعد دخول داعش إلى العراق لفترة محددة وبعد انتهاء داعش، لا يزال الوضع متأزم ماديا باتجاه الأندية لقلة التخصيصات من قبل الوزارة، وكذلك لقلة التخصيصات الواصلة إلى الاتحادات الفرعية من قبل اللجنة الأولمبية. نطمح أنه بالمستقبل ينظرون إلى الألعاب الفردية كنظرتهم إلى الألعاب الجماعية، حيث اليوم نراهم يدعمون بكل الطاقة وبكل الهالة الإعلامية والإمكانيات المادية باتجاه الفرق الجماعية أو الألعاب الفرقية، وهذا شيء مشروع طبعا، ولكن نطمح أن يكون الدعم باتجاه لا ينسوا الألعاب الفرقية مثل الفنون القتالية أو الجمناستيك أو غيرها. نعم، حقيقة حل ضيفا علينا عزيزا كريما حكام وحكمات من محافظة ذي قار ومن محافظة بابل، مشكورين على تعاونهم وتجشمهم عناء السفر إلى محافظة المثنى من أجل المشاركة في إدارة وتنظيم وتحكيم هذه البطولة التي هي بالتأكيد جزء من رياضة عامة لعراقنا الحبيب ورياضة الكاراتيه بشكل خاص. اليوم احنا انا حكم جيت من محافظة بابل مشارك في بطولة اجيال وطن المقام في محافظة السماوة. طبعا اولا نشكر الاتحاد الفرعي في محافظة السماوة، الصراحة بطولة كانت في مستوى عالي، والنتيجة هنا كانت اكو ايضا لاعبين في مستوى الاداء يبشرون فيه نتائج عالية ان شاء الله المشارك في بطولة العراق ونتائج محلية ودولية. المشاركة الفعالة في هذه البطولة من قبل الأندية اللي تابعة لمحافظة المثنى كانت المشاركة فعالة وكانت رائعة، وحقيقة أدى إلى احتكاك بين اللاعبين بسبب
الوضعية اللي كانت سابقا وما زالت اللي هي وضع جائحة كورونا اللي عطلت من قضية هذا الاحتكاك، وكذلك انطرق من ناحية الدعم المادي للأندية، فكان الدعم حقيقة من قبل الدولة كان ضعيف جدا، وهذا الشيء يعني حقيقة بعض الأحيان يكون الدعم يكون ذاتي من قبل الاتحادات الفرعية بما فيه اتحاد المثنى. والله الحقيقة دعم يعني من الأندية صفر، دعم فقط من رئيس الاتحاد هو الرجال يعني مفضل علينا، دعم تجهيزات قاعات أبسطة مشاركات كذلك اللاعبين يعني بطولات داخل العراق وخارج العراق بطولات دولية، عندنا شباب وعندنا كذلك فئة البنات يعني النساء، عندنا قبل شهر تقريبا بطولة ناشئين شباب دون 21 حصلنا على المركز الثاني على العراق فعالية الكاتا فرقي لاعبين مثل نادي السماوة. الغاية هي أبراز طاقات الشباب وأبراز طاقات البراعم الموجودة داخل المحافظة حتى نشارك بطولات إن شاء الله بطولات خارجية. يعني توجهت لنا دعوة اليوم من رئيس اتحاد المثنى الكاراتيه، وجهنا دعوة وأجينا اليوم حتى نحكم بالبطولة هنا ومن ذي قراني. يقيم الاتحاد الفرعي المركزي للكاراتيه في محافظه المثنى بطوله الكاتا والقتال للكاراتيه لكل الجنسين بنين وبنات وبكافه الفئات العمريه. شاركت بهذه البطوله 7 انديه وحوالي 140 لاعب في هذه البطوله. حقيقه الاتحاد الكاراتيه ليس يعني تبجحا بهذا الاتحاد وانه من هذا من انجح الاتحادات اللي موجوده، مع احترامتي الى بقيه الاتحادات اقصد من جانب النشاطات اللي يقيم بها الاتحاد سواء كان داخل المحافظه او خارج المحافظه او خارج القطر. ظهرت عندنا العديد من اللاعبين من كل الجنسين سواء من البنين او البنات، شاركوا في بطولات طبعا في ايران في اذربيجان وحقق يعني نتائج جيده واحصلوا على الاوسمه الذهبيه والفضيه. حقيقه احنا الغرض من هذه البطوله هي خروج لاعبين لتهيئتهم للمنتخبات الوطنيه للمشاركات الخارجيه. وحقيقة ظهرت عندنا الكثير من اللاعبين واحنا عندنا حقيقة قاعدة قوية في كل اللعبتين الكاتا والقتال، قاعدة جدا كبيرة في هذه اللعبة لعبة الكاراتية. أخذت الأول إن شاء الله أخذته. واختارت هاي اللعبه لان دفاع عن النفس وحلوه اللعبه وانا ارتحت وصعد واسع ليها وشاخ واخذت الاول. ومن تعرف راس العراق؟ لان انا شفت احبها وبابا شو اسمه سالني ود اخوي سالني قال لي تحبين هاي اللعبه؟ اذا تحبيها اوديك. قلت له اي احبها وهذا شو اسمه. ورا مرور سنه صرت احسن، يلا هسه ما صرت هسه احسن يعني. وانا امنيتي من اكبر اصير لاعبه محافظه على العراق. حلوه وبيها بطولات اشارك فيها احتك ويا لاعبين حتى بعدين اعرف شلون اتدرب شلون ادخل البطولات. انت ايش حصلت على النتائج؟ مركز اول بفضل كابتن محمد بالكاتا، وهم كنت اتدرب ويا كابتن حسام قبل. Thank you.
لعبة يعني بها موهبة حلوة جميلة هاي اللي اخترت. انت حصلت على المركز الدوري؟ ايه حصلت بيرا المركز الاول وعديد من البطولات بالسماوة. لاعب محمد عباس لاعب نادي القلقامش قضاء الوركاء حاز على مركز اول قتال فئة شباب متقدمين. اتمنى التوفيق لكل اللاعبين زملائي. مثل ما تعرفون طبعا لعبة الكاراتي احد الرياضات الجميلة. طبعا هاي لعبة تمتاز بعدة اشياء. اولا يعني تعلم الشخص على الصبر والثبات إضافة إلى المرونة. لعبة الكاراتيه يعني لعبة جميلة مثل ما تشوفون حاليا الشباب وكثيرا جاي يتجهون إلى هذه اللعبة، ونرجو من الاتحاد أن يدعم هذه اللعبة ويساعد يعني الشباب على الانجذاب إليها. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج جولة رياضية من محافظة المثنى.